السابع. إنها النكبة، نلتقي اليوم ودموعنا تكبر، نلتقي اليوم لنتذكر ونكون أوفياء للشهداء والجرحى، لأهلنا وأجدادنا عندما رسموا في دمائهم قبل 76 عام فلسطين حرة عربية يجب أن تكون وتبقى وتعود لأهلها. نحن اليوم في 225 يوم على المجازر العنصرية الذي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وما زال شعبنا الصامد الصابر بالصوت الملآن يقول ويكتب في الدماء: من هنا لن نبرح، فلسطين حرة عربية، والاحتلال إلى زوال، والاحتلال إلى زوال. وكما تحررت الجزائر سابقا، وتحررت فيتنام سابقا، وتحرر جنوب لبنان سابقا، هذا الكيان العنصري إلى زوال حتما، إلى زوال حتما، وتعود فلسطين حرة عربية من بحرها إلى نهرها. الآن الكلمة الأخرى لهذا المجتمع الغربي المزور صاحب الكيل بمكلالين، الذي يزور الحقائق ويساهم ويشارك في ذبح شعبنا، وخاصة حكومة ألمانيا التي لحد الآن ترفض وقف إطلاق النار وتساهم في الزخيرة من أجل هذا الكيان العنصري الصهيوني الاستيطاني بالاستمرار في ذبح شعبنا. لم يكتفوا في قطع الأكسجين عن الأطفال، ولا في تدمير المستشفيات، ولا في قتل الأطفال، وإنما يريدون إبادة عنصرية كاملة. أما نحن نقول العكس تماما، إرادة شعبنا في الصمود هي التي ستحسم وتقرر فلسطين حرة عربية. ونؤكد مرة أخرى لهذه الأنظمة المطبعة مع الصهاينة، والتي ما تزال علم الكيان الصهيوني في البحرين وفي مصر وفي الأردن: اخجلوا يا عاركم من شعوبكم، اخجلوا أيها الناس المتآمرون، أنتم تساهمون بشكل حقيقي في المشاركة في دماء شعبنا في غزة. لهذا إرادة الشعوب أقوى، والنصر حليفنا، وكل إنسان صاحب حق، وكل إنسان يؤمن في الحرية، وكل إنسان يرفض الظلم عليه أن يكون فلسطيني اليوم. تحية وألف تحية للطلبة المعتصمين في الجامعات الأمريكية، وللطلبة المعتصمين في أوروبا. أنتم فلسطينيون أحرار، أنتم مع الحق، أنتم مع الحرية. قضيتنا اليوم أصبحت قضية عالمية حتما منتصرة، حتما الشعب سينتصر. عاش فلسطين حرة عربية. وإن منعونا أن نقول من البحر إلى النهر، سنقول من المحيط إلى الخليج: فلسطين حرة عربية. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى. لقد أصبح بيننا وبينهم جبال من الشهداء، وأنهار من الدماء، ومحطات من الجرحى. لن نستسلم ولن نركع ولن نعود إلا أن تتحرر بلادنا من محيطها إلى خليجها وعاصمتها القدس. القدس، القدس، القدس. شكرا لك حبيبي.